رئيس نادي نادي اولمبيك قريب كاع الكره الحديديه اليوم تتنظموا اليوم تتنظموا الدوري السنوي للعبه. بغينا ناخذوا ارتسامات ديالكم تقييمكم لهذا التنظيم من ناحيه التقنيه من ناحيه تنشكركم ناس رجال الخفاء ناس ديال الصحافه على المجهودات ديالهم والالتفاته ديالهم صوب لهذه الرياضه اللي هذه الرياضه تنحاولوا نبذلوا لها مجهود باش نبينوا على الساحه الوطنيه حيت كاين ما نقولش ايمال ولكن باقي ما كاينش واحد الاهتمام لواحد الفئه عريضه اللي هما الشباب اللي دابا تيمارسوا هذه اللعبه ديال الرياضه الكره الحديديه. وهذه الانشطه اللي تنديروا نشاط دوري سنوي ديالنا ديال العصبه ديال التادله تابع العصبه التادله ام الربيع اللي تابع الجامعه الملكيه للكره الحديديه 23 سبتمبر 2018. نظمنا الدوري ديالنا والحمد لله عجبونا ارتسامات على الناس ديال السلطات على الناس ديال مكتب المديرين على الناس رؤساء الانديه لا اللاعبين لا كلشي على حسن التنظيم. وهذا دل على المجهودات ديال اخواننا للمكتب المسير ونا منخرطين وبالاخص اللجنه الاجتماعيه لرئاستها سي صالح العازم وكان مع مشاركه مع الاخوان جدار عبد الكبير والسي خالد نعامه واشمراح وموجان اللي بذلوا واحد المجهود كبير في تهيئه الملاعب هنا مع لجنه الاعلام والتكوين اللي كاين فيها الاخ أقودال عبد الغني ويوسف عقاوي زائد منخرطين وزملاء اخرين. على المستوى التقني كيفاش تشوفوا السي؟ على المستوى التقني الحمد لله بان واحد المستوى عالي ديال اللعابه وبان ان هناك تحسن وبان ان كاين هناك اجتهاد من الناحيه التقنيه للعابه وروح رياضيه يعني في حد ذاتها يعني اكثر ما هو تقني. اما هو الجانب التقني شي حاجه اللي هي سهله يقدر اي واحد يمارسها ولكن اللب والمغزى من هذه الكره هي العلاقات و تنظن هي الشعار ديال الدوره. هذاك الشيء علاش درنا شعار ان هذوك الكرات مجرد كرات من حديد ولكن تتولد واحد العلاقات لعلاقات من ذهب. نعم. وتنشكركم يا اخوان وشكرا جزيلا. شكرا شكرا سي ساتور رئيس النادي. يعني أقدال مرحبا. مرحبا. انت الممثل الاعلامي ديال النادي اولمبيك خريبه لكره الكره الحديديه. اليوم تتنظموا الدوري السنوي لعصبه التادله بالتنسيق مع الجامعه الملكيه للعبه. اكيد ان كان زخم كبير من الفرق من داخل العصبه ومن خارجها. بانك تقربنا تقرب القارئ وتقرب شويه المستمع وتقرب المتتبعين ديال اصوات جريده اصوات لهذه التظاهره من حيث التنظيم من حيث عدد الفرق والتنافسيه ديال الوسيكا كيفاش هي دايره الوسيكا في عهد هذا العهد الجديد ديال رئيس جديد مكتب مسير جديد. تفضل تفضل سي عبد الغني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء كنشكر السي زواوي صاحب جريده اصوات كما كيعرف الجميع ان الدوري الاولمبي الخريف ديال الكره الحديديه دوره السنوي الرسمي يوم 23/9/2018 كانت عدد المشاركات 196 ثلاثيه كان 22 ثلاثيه خارج العصبه وسبع نوادي خارج العصبه اما البقيه كانت كامله كتمثل العصبه الثالثه ام الربيع. كان تغيير كبير والتظاهره كانت جميله جدا برئاسه السيد عبد الباسط السور الرئيس الجديد اللي عطى واحد نكهه خاصه لهذا الدوري الرسمي لا من حيث التنظيم لا من حيث جماليه الملاعب. كنشكروا المساند الرسمي ديال مجموعه المكتب الشريف الفوسفات كنشكروا عصبه التادله ام الربيع. بالنسبه للمشاركات ديال النادي الاولمبيك فريق دار الكره الحديديه كانت مشاركه لا باس بها كتدير بعض المشاكل اللي كيتخبط بها بعض الاخوان اللي كيدخلوا كنتمنى هاد المشاكل نبقاو في نبقاو في التنظيم سي عبد الغني. مرحبا. قول لي التنافسيه ديال المكتب ديال الوسيقى التنافسيه ديال الفرق ديال المشاركين ديال النادي كانت تنافسيه كما غنقول لك واحد الشرسه بوصول ثلاثيه طارق حرشي كمال عبد الحق حسن الغريب الى مقابله النصف النهائي مباراه اولى وصول ثلاثيه مجان عبد المجيد الزياني
والثالث ديالهم ماشي مشكل غادي نعرفوه من بعد مقابله الربع النهائي مباراه ثانيه دابا تيلعبوا الربع لا الربع النهائي نعم. وصول ثلاثيات مع عم تيلعبوا شنو الفرق دابا اللي بقات دابا كاين الفرق ديال فرق ديال فاس فاس فرقه ديال اوسيكا ديالكم زيرت اوسيكا نعم زاويه اسحاق نادي القصيبة. القصيبة نادي متعدد الرياضات بني ملال كوبي نعم 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 اذا ننتظروا النتائج وتنتمنوا لكم حظ سعيد سبغاني ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه كنشكركم بالاهتمام ديالكم وباهتمام الموصل الاعلامي ديالكم من خلال التغطية الإعلامية لهذا الدوري ديال نادي أولمبيك خريبكا لوسيكا الغني عن التعريف داخل عصبة تاد لأم ربيع. أول حاجة كنقدمكم الاسم ديالي أسامة برموش المنتمي حاليا نادي المغرب الفاسي والمنتمي سابقا نادي أول إتمام. كما تنعطيكم واحد التغطية إعلامية كما تشاهدوا هذا الدوري تعرف واحد النجاح ماشي أول سنة ولكن منذ القيدة. الحمد لله بفعل الرئيس الجديد ديالو استطاع بان النادي يحسن من المستوى الريادي ديالو لا تقنيا ولا اداريا ولا رياديا. الحمد لله يعني المستوى اللي كان في لوسيكا العام اللي فات ماشي هو المستوى اللي كان في لوسيكا هو هذا العام. اذا كاينه تنافسيه كاينه نتائج كاين طموح لعند اللعابه الدعم المتواصل من طرف النادي المكتب الاداري ولا المكتب التقني. الحمد لله يعني لوسيكا الغنيه على التعريف يعني لوسيكا متعرفوا اللعابه ديالها ماشي ولاد لوسيكا يعني ولاد بوجنيبه ولاد الشعبه وعرفوا لوسيكا مع التاريخ ديالها مع الاستعمار يعني دخل الليبول بواحد الطريقه من عوجه. نعم يعني من الحمد لله حنا ملي جينا دخلنا الليبول انا بحكم ديالي دخلت الليبول في سنه 2004 يعني عرفت الناس على جداره واستحقاق ملي تعبت بيا جداري على سبيل المثال. الحمد لله يعني الناس استفدنا منهم بزاف ذو خبره عاليه ناس اللي مثلو كطريق كحسام مكاوي اللي تنتمي للنادي اولمبيك فريبكا ولاعب منتخب الوطني سابقا جونيور كان دون ننسى طريق حرشي لاعب بطل المغرب في التصويب بالدقه يعني كنادي عطى الثمار ديالو على مستوى الوطني ككلمه اخيره كمستوى خدينا يعني المستوى اللي كان فيه النادي العام اللي فات ماشي هو المستوى اللي كان فيه النادي العام. تنتمنى لهم مسيره موفقه والمزيد من العمل والتقلب. شكرا وكنشكركم كجريده جريده اصوات جريده اصوات من خلال هذا اداء التغطيه الاعلاميه ديالكم. شكرا شكرا عليكم. السلام دابا انتم تتشاركوا في هذا الدوري السنوي ديال الاوسيكا الكره الحديديه وانت من لاعب ديال المنتخب بغيتك تعطيني سابقا اعطيني على المشاركه ديالكم اولا من ناحيه التنظيم من ناحيه المنافسه كيفاش دايره الفرق كي دايرين واش كاين شي منافسه قويه ولا انت كدير تعطينا ليكسبيريونس. منافسه شريفه يعني كانوا تقريبا واحد اسم كريم والجهه اللي تتمثل عيلات جلال كلوب نادي المنتخب بني ملال كوبيم يعني المنافسه كانت شريفه يعني كانت 196 ثلاثيه جاوا من الناس اللي لعبوا في العصبه والناس اللي خارج العصبه يعني كان واحد الجو زوين كان النهار داز زوين ودابا تشوف دابا الناس وصلوا لمرحله ديال النصف النهائي يعني ما بقاوش يعني الناس دابا راه الناس لاعبين غيلعبوا كل اللي غيلعبوا دومي فينال كل اللي لعب تقريبا الناس وصلوا للمرحله الاخيره. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.